المساء الشعري والإبداع والألق المتلألئ في القيم والأخلاق. أهلا بكم في هذه المسابقة الفريدة، مسابقة مثايل، حيث الجائزة الكبرى 1,000,000 ريال قطري. هذه المسابقة هي رحلة في الأدب والتراث، خاصة في الشعر النبطي الذي يمثل هويتنا. هذه المسابقة تمثل دور الشعر الحقيقي والهادف اتجاه المجتمع. لا تمتعها بغي ولا تعاقبها، بعد حملتها فوق الحمول اللي يطيق أضعاف، لزم تخطامها لا يرتخي وينوش غاربها. تغافل لأجل يسمو بمنياته عند روب الذل، وبعد ما قرب من كسب منياته راحت الغير. هناك حد أو هناك يعني شعرة بين التجاهل والتغافل. أنت يعني أجد التغافل وصور التغافل في هذه القصيدة على امتدادها. فيه نقطة التقاء بين الرمزية وبين المباشرة، يعني أنت أجدتها. مسابقة مثايل لو ما أثمرت إلا هذه الحلقة لكفى بها نجاح. الكلام أحيانا حد من المراهيف الشطيرة، لازم الرجال يوزن عقله ويوزن كلامه. كان في راسي من ازحام ترفات الخيال، مجلس ما يجمع الا نشامه وشرفه. يقول من بقايا الماضي اللي قضيناه بسلام، اعتقد ما عاد باقي رسوم ولا طلل. الليل هادي ونسناس الهبايب خفيف، ومسامره جمر سمره محرق دوته، والبرق واسمه يشرع في عروض القنيفة، خايله لين فاضت وامطرت نوته. خوي يغليه واحنه، ولا هو ضيف وما ودي احد يحاسبني على خوته. طبعا احنا الان في فقرة الارتجال. فقرة الارتجال هو شطر خذيناه من قصيدة في النصح ومكارم الاخلاق للشاعر المرحوم محمد بن عبد الوهاب الفيحاني. الشطر هذا تكتب عليه يكون 3 أبيات، الارتجال من ضمنها تضمنونها الشطر هذا. أنت متروك لك مطلق الحرية، الشطر هذا تضمنه كمطلع، تضمنه في كقفلة تحطه في الشطر الأول الشطر الثاني، أهم شيء تكتب لنا على نفس المضمون ونفس القافية اللي فيها الشطر، وعندكم 10 دقائق لكتابة 3 أبيات ارتجال. تفضلوا.